كلمتيني على الاسعار اللي هي غادي وكتطلع في السوق في هاد المواد الغذائيه، والناس حتى هما كيتشكوا من هاد الاسعار اللي هما كيطلعوا كل سيمانه ولا كل نهار، قول ماشي كل سيمانه، والناس كتوصلنا الشكايات بزاف، وحنا بغينا نوصل واحد الرساله للمسؤولين باش يعرفوا على ولا هما راه عارفين على هاد الاسعار هادو بلا ما نوصلوها. هادشي اخويا ما عرفناش منين جاي صراحه، ما كنعرفوش منين جاي. شي كيقول لك السلعه اللي كتدخل على برا كاين سلعه منتوج مغربي وهو غالي، وكما كتشوف الزيت راه كل مره كتزاد، راه دابا قربت توصل 100 درهم، قول 100 درهم دابا واصله. ايوا هادشي كامل الناس راه كيغوتوا عليه وكيجيو كيتشكاو لينا، حنا كنسمعوا الاراء ديال بنادم بزاف وحنا ما عندنا باش نفيدوهم الا اذا كانت شي حاجه من عند المسؤولين، هما اللي خاصهم ياخذوا عين الاعتبار لهاد الاسعار اللي هما طالعين في السوق، واللي يمكن نوصل لهم واحد الرساله باش يشوفوا بعين الاعتبار هاد الاسعار اللي هما غاديين كيطلعوا في السوق، ويشوفوا من الناس اللي دراو وش الناس اللي راه حتى هما مساكن راه كيغوتوا على هاد الاسعار هادو. وكاين انسان اللي كيبغي ياخذ الزيت دابا ولا كيبغي السكر ولا اي حاجه، اي حاجه دابا غاليه، وحنا مازال هنايا في هاد السوبر مارشي ديال مريس ماركيت، حنا كنديروا ثمن مناسب والناس عارفين هاد المحل هذا كيلتجؤوا ليه بزاف، و الناس كل واحد ولاصوم ديالو، كل واحد واشنو كيتغدى. كاين اللي كيجي يتغدى مقضيه ديال الشهر، كاين اللي كيجي يتغدى اللي حدانا هنايا كل نهار كيجي، واللي بعيد اللي قريب كله كيتاجؤوا لهذا المحل هذا، حيت فيه ثمنات مزيانين ومخطافين شويه ومناسبين لاي واحد، لا اللي عنده لا اللي متوسط لا اللي ما عندوش، كيجي يتغدى وكيلقى الثمن مناسب. داكشي اللي غياخذ هذاك الثمن اللي داكشي الثمنات اللي كيلقى ثمنات مناسبين، هذا واش كيتميز هذا المحل هذا. المواد الاساسيه، اغلبيه المواد الاساسيه اللي بنادم كيستهلكها ديما، ماشي فهمتي بحال الزيت بحال الدقيق بحال السكر بحال كل شيء تقريبا. والمستهلك راه هو ديما كيغوط، راه ماشي حنا كن تلاقاو بالناس الناس هنا بزاف اللي كيجي يتغداو، داك الشيء كيلقى الثمنات كل مره بحال لا الزيت كل مره كيتغير عندنا الثمن، اي كوموند كنبدل فيه الثمن، اي كوموند من شحال دابا. والزياده اللي تزادتو شاتو ما تزيدوها ولا كتجي الزياده كتجي من عند الشركه، انا كناخذو بها الزيت ولا اي حاجه كتزاد من عندهم، ماشي من ماشي حنا كنزيدوها، كنزيدو نخلطو نزيدو فهمتي. الاسعار تنشوفوا اليوم كاينه واحد الاسعار طالعه بزاف، يعني اسعار خياليه، يعني ما يستوعبهاش العقل بالنسبه للانسان اللي المسكين. بالنسبه لك شحال كنتي تقدا وشحال دابا؟ تقريبا تتقدا في واحد 700 درهم ولا 500 درهم يعني تضرب بها، ودابا تجي تتلقى وصل 900 درهم ولا 800 درهم، يعني الله يكون في العون المسكين، يعني الناس واكله الشحن. بالنسبه لهاد الظروف ديال كوفيد والناس ما خداماش، يعني كاين عوامل بزاف. يعني بالنسبه للمتطلبات ديالنا تنطلبوا من المسؤول وبالحكومه، من الحكومه يعني شي تدخل في هاد الشيء هذا، راه هاد الشيء راه ماشي ما تيبشرش بالخير. الانسان راه المسكين راه ما يقدرش يعيش في هذه الظروف هذه ديال الاثمنه اللي تنشوفوها اليوم خياليه بزاف، يعني مسكين خدام ب 50 درهم ولا 60 درهم، تجي تتقدا تلقى 150 درهم ولا 200 درهم، انت خدام ب 50 درهم يعني اش بتعيش الاولاد بتكسيهم يعني بزاف، شحال من حاجه كاينه. خويا اش بغيت نقول لك، هاد الاسعار اللي ولاو اخويا تنشوفوها وتنسمعوها هادشي راه بزاف، هادشي هذا ولا الطون اللي كنا نشروه تقريبا 14 درهم 13 درهم ولا تنشروه 15 درهم 16 درهم، اش اخويا ولا هادشي تيخلع بزاف، ولا هاد القفه ديال اللي كتطلع 200 درهم ولا بغيتو تاخذها ب 300 درهم ولا 350 درهم. هادشي هذا نتمناو ان شاء الله من هاد الحكومه هادي تدير شي تدخل هذا ولا شي حاجه تشوف الاعتبار هاد المواطن هذا المسكين اللي ولا
نطحون مسكين من جهتين، جهه الاسعار ومن جهه ديال سميتو قلت ما يدير ما كاينش ورا لا اله الا الله. كنت كتقدم تقريبا ب 70 درهم النهار، كتدخل ب 70 درهم من الدار كلها 50 درهم، دابا وليتي تدخل بواحد 100 درهم ولا 120 درهم على الاقل، والصالير بقى هو هو. هذا هو الاشكال اللي كاين اخويا. المسؤولين شو يردوا الاعتبار للمواطن هذا المسكين، راه لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. كنتمنى من جلاله الملك تدخل في المساله هذه ديال الاسعار، هذا نشوفوا هادشي مناش نيت، واش نيت فري هاد الشركات هادو اللي ولاو، واش هادشي من الفوق ولا غير الشركات اللي ولاو تي ولاو دير داكشي اللي بغاو هما وصلنا به، هادشي بغينا نعرفو اخويا. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.